اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلونا نروح لكابتن اشرف عبد الفتاح رئيس جهاز التنس الطاوله في النادي الاهلي. يا كابتن اشرف يعني الف مبروك النهارده. الله يبارك فيك. ازيك يا كابتن سلام؟ اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ كله تمام الحمد لله يا فندم، كله تمام. ربنا يخليك يا كابتن اشرف. كابتن اشرف يعني طبعا النهارده مبروك، اشرح لنا ايه اللي حصل النهارده في سواء فريق ناشئين شباب او بنات. هو طبعا البطوله باديه من يوم 10 ووصلنا النهارده ان احنا نلعب عندنا اربع نهائيات مع الزمالك. نعم. 17 سنه اولاد، 17 سنه بنات، 19 سنه اولاد، 19 سنه بنات. نعم. اللي خلصوا لغايه دلوقتي ثلاث ايفنتات. اوكي. 17 اولاد وبنات و19 بنات. حلو. الحمد لله كسبنا الثلاث نهائيات دول، وبنلعب دلوقتي مع الزمالك في تحت 19 سنه اولاد وكسبانين 2-0. يعني الاهلي اقرب ان شاء الله ان هو ياخد الاربع بطولات ان شاء الله، يعني ان شاء الله باذن الله. اعتقد جهد كبير جدا يا كابتن اشرف خلال الفتره السابقه الحقيقه، ودايما مسانده مجلس الاداره ومسانده جمهور النادي الاهلي حتى عن طريق حتى السوشيال ميديا. يعني اكيد طبعا يعني وقوف مجلس الاداره بيدعمنا، وكابتن خالد العوضي مدير نشاط رياضي بيدعمه دايما فريق تنس الطاوله على طول. طبعا جمهور النادي الاهلي طبعا دايما في ظهرنا وبيساندنا وبيشجعنا على طول. ده زائد مجهود الجهاز الفني طبعا، المدربين بتوع الفرق طبعا بينزلوا مجهود كبير جدا، واللعيبه طبعا برضو بينزلوا معانا نفس المجهود، والحمد لله ربنا كللها بان احنا نكسب الاربع بطولات. على فكره حضرتك البطوله دي تعادل بطوله الدوري بس دي للناشئين. يعني دي دوري بس زي الناشئين للناشئين، يعني تعادل بطوله الدوري للدرجه الاولى بس دي للناشئين. اوكي. طيب 17 سنه شباب كانت النتيجه كام؟ 17 سنة أولاد كسبنا الحمد لله 3-2. 3-2 وبنات؟ بنات 3-2 برضه 17 سنة. 19 سنة بنات اللي خلص؟ 19 سنة بنات 3-0. 3-0 وحتى الآن في الولاد 2-0. حتى الآن بالظبط كده، حتى الآن في الولاد 2-0 والماتش الثالث بيتلعب. ربنا يكرمنا دايما على طول كده يا كابتن اشرف، والف الف مبروك ودايما مفرحينا ومفرحين النادي الاهلي. ومعانا دايما على طول يا كابتن اشرف. شكرا جزيلا الكابتن اشرف عبد الفتاح رئيس جهاز تنس الطاوله بالنادي الاهلي.